قول لي كاسيو، كيفاش جاتك الحياه بعيد على الجيش والقلعه؟ عرفتي كان كيحسب لي غادي نخدم عرش مونتيمور حياتي كامله، ولكن راحت البال اللي كنحس بها دابا كتقول لي بلي خديت القرار الصحيح. انت عارف بلي تقدر تعتمد علينا الا احتاجتي شي حاجه. اش وقع؟ بنت وليا تعطلتو بزاف وعمرتو غير وحده، تقضى الماء ولا شنو؟ الماء ديال ارتينا ماشي ديال مونتيمور. الماء كامل قسم. رودولفو امر باش تكون الاولويه للسكان الاصليين ديال مونتيمور، والشعب ديال ارتينا ياخذ غير داكشي اللي بقى. رودولفو اكيد حماق. هو ماشي غير حماق، هو راه تجاوز الحدود ديالو. عرفتي يا لالا، انا خاصني نهنيك. الفكرة ديال تقسيم مونتيمون انتشرت بحال العافية في المملكة. هادي ماشي الفكرة ديالي، هادي أوامر الملك. باغية نرجع دبانة غير باش نقدر نشوف أماليا كيفاش كتعذب دابا مع كاع الشعب دارتينا غير على ود نقطة الماء. في اليامات الجاية غادي يكونوا مشغولين باش يأمنوا الماء تشرب، لدرجة ما يبقاش عندهم الوقت لحاجة وحدة أخرى. مسكينة أماليا ميصحبش ليها العيشة هنا غادي تكون بهاد السهولة. خذ هذا، يمكن يعاونك ويهدلك شوية. شكرا خويا. كيفاش أني كل يوم أكثر من اللي قبله؟ كي ياخذ الماء من الناس، كيفاش يقدر يدير بحال هكا؟ ألفونسو اسمح لي، أنا عارفة باللي هو أخوك، ولكن باين باللي رودولفو ما كيهتم غير براسو صافي. كنسول راسي وكنحاول نفهم فين مشات القيم اللي تعلمنا بجوج من جداتنا. بصح كانت مالكة صارمة ولكن عادلة، وديما كانت كتفكر في المصلحة ديال الشعب ديالها. كنظن باللي عولات عليا انني انا اللي غنكون المالك حتى نسات رودولفو. الفونسو بركة ما تحمل الذنب براسك ديال كاع داكشي اللي كيديرو خوك. الوجه ديال العائلة طبعا مهم بزاف، وما خاصكش تأثر بتصرفات خوك، حيت كل واحد عنده شخصيته، وشي من راس ما كنقدروش نمنعو غيرنا من الغلط. انا ما ندمان على حتى شي حاجه درتها، وكون قدرت نرجع لوقت اللور كنت غندير داكشي نيت اللي درته، ولكن قبل كان كيسحب ليا بلي رودولفو يمكن يولي رجل عادل اكثر من اللي يولي ملك، وانه غادي يتعلم الاخطاء ديالو. عندك الحق حبيبي، انا عارفه بزاف شحال صعيب يحشم بيك خوك. كون كان تياغو هو اللي خيب الامل ديالي هكذا، انا كنت غادي ندير كلشي باش نحل ليه عينيه مزيان وباش نقدر نعتقم الخطا اللي دار. وهادشي اللي نتايا درتي يا حبيبي، انت راك حاول تزيد تنصح خوك رودولفو بجميع الطرق الفونسو، وحتى حاجه ما نفعت معاه. ما سمعنيش اماليا. واخا ويلي انت تصرفتي بشي طريقه وحده اخرى. اش من طريقه؟ بحال هاد الناس اللي انت منهم. زعما شنو بغيتي تقولي؟ شي حاجة طبيعية، أنه راجل بحالك متربي في القصر غادي تصرف بحال الأمير، يعني غادي تستخدم المسايسة والقوانين العامة وتقول في حال داكشي اللي تعلمتي. إيه